كما كتعرفون انسجاما مع ما يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من اهتمام بالغ بالمرأة المغربية وبالدور الفعال الذي تقدمه للمجتمع على كل الأصعدة، وإيمانا من الجمعية المغربية للموسيقيين المهنيين بتازة وبدورها في تتمين كل المجهودات التي تقوم بها المرأة التازية بشكل خاص والمرأة المغربية بشكل عام، أبت الجمعية إلى أن تقوم بتنظيم حفل فني كبير يلتقي من خلاله الجمهور التازي بنجوم مغاربة في المجال الغنائي وكذلك المجال الفكاهي يوم 11 مارس 2023 إن شاء الله بفندق أوريونتال بالاس، مع تكريم لأسماء نسائية بارزة وكذلك فسح المجال لكل الفعاليات والمؤسسات التازية لتكريم بعض الشخصيات النسائية البارزة واللواتي أبلين البلاء الحسن في مختلف المجالات. وتتقدم الجمعية بالشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في العمل على إنجاح هذا الحدث الفني البارز، وشكرا. أرى أن المكون الثقافي للمدينة والسياحي هو رهان يجب أن تراهن عليه السلطات المختصة والهيئات المنتخبة، لأن الطبيعة الجغرافية للمدينة ما تأهلهاش أنها تكون رائدة مثلا في الصناعة أو رائدة في الفلاحة، لأن منطقة جبلية وكلكم كتعرفوا هذه الأمور، بينما تتوفر على بيئة وجغرافية تؤهلها وتمكنها من أن تتصدر الريادة على المستوى الوطني. وفين كيجي التدخل ديالنا حنا كجمعية مغربية للموسيقى المهنيين؟ هو في التسويق لهذه الإمكانيات. نحن نرى أن الرهان على المهرجانات الكبرى، الرهان على الأنشطة الثقافية الكبرى، الرهان على تسويق المدينة بهذه الوسائل يمكن أن يعطيها مكانة مرموقة على الصعيد الوطني، وهذا بطبيعة الحال يجب أن يترافق مع واحد النمو في البنية التحتية للمدينة التي لا زالت تشتكي من ضعف البنية التحتية. وصراحة نتأسف، مثلا كان عندنا في مدينة تازة مهرجان باب بودير، كان مناسبة سنوية يلتقي فيها توازى عبر تراب الوطن كيجي، وحتى اللي كيجيو يقضيو العطل ديالهم في تازة كانوا يجدون ذاك المتنفس، وكان وسيلة للتعريف بالمنطقة. للأسف لسبب أو لآخر توقف هذا المهرجان، ونحن نرى أن يجب على الوزارة الوصية أن تكون عادلة في توزيع المنح أو الميزانيات. كنجبروا مدن تقيم مهرجانات بأموال طائرة ملايير، في حين نجد تازة لا يصلها إلا الفتات، لا يصلها إلا الفتات. من المسؤول؟ لست مؤهلا لأحكم ما المسؤول، لكن هناك إقصاء حتى على ليس فقط على الصعيد المغربي، حتى على الصعيد الجهوي نجد أن مهرجانات كبرى تقام في مدن اللي معنا في نفس الجهة، لكن تازة مدينة لن أقول محتقرة لكنها لا تأخذ حقها بالشكل المطلوب. لهذا الدعوة نوجهها إلى كل المنتخبين، المجالس المنتخبة والبرلمانيون النواب المحترمون المستشارون، أن يدافعوا عن هذا الملف. يجب اعتبار الثقافة رافد مهم من روافد التنمية المستدامة بالإقليم. يجب أن نوفر الأسباب لدخول السياح إلى الإقليم، وبما أنني أعمل في المجال الفني فأنا أعتبر أن من مسؤولياتي التاريخية وأخلاقية أننا نبذل ما في وسعنا من أجل التعريف بالإقليم، فمن أجل فنان أو آخر الناس كيتصلوا بالتليفون من أجل حجز مقاعد. نديرو اقتراح واش نفتحوا لائحة أو ناخذوا الكلمة ديال الفنانة الطويلة اللي بغيتو. بالنسبة للفنانة الطويلة غادي يكون كمشارك فقط. إذن هذا الحفل هذا كيف ما كنعرفوا مدينة تازة مدينة ماشي سهلة،
لا في التاريخ ولا في كيف ما قلت لكم يعني مدينة تازة ماشي سهلة. كنمشيو في كل بقاع الوطن أو في كل بقاع العالم فتازة كيعرفوها عندها واحد لاطوش ديالها خاصة بها، سواء في الفن يعني في الرياضة أو في المسرح أو في الموسيقى أو في الشعر أو في الأدب، فعندها حضور وازن يعني في كل بقاع العالم. هاد التظاهرة اللي غتكون إن شاء الله أنا كمشارك يعني كفنان مشارك في هاد التظاهرة، وكنشكر الجمعية على الدعوة الكريمة ديالها. غيكونوا حاضرين فنانة كبار إن شاء الله، لا في الفن يعني في الموسيقى أو في مجال الكوميديا. و الجمعية دايرة هاد اللقاء هذا، واش ما فكرتش أن ديروا اللقاء كتديروا النسخة الأولى ولا النسخة الثانية ولا لأن باش يكون سنوي؟ يعني أنا إلا كانت هذه أول مبادرة خصها تعطي واحد النسخة الأولى تكون في لافيش باش يعرفوا بأن يوجدوا له إن في الهفوات اللي غادي تكون واللي غادي النجاح اللي غادي يكون يكون السنة المقبلة في نفس الفترة كما كيكونوا السباقات دابا ديال العدو الريفي ولا هذا كيكون النسخة الأولى ولا الثانية. بالنسبة كما قلت الدعم، واش الجمعية دارت اتصالات مع المجالس المنتخبة والجهة؟ كان مازلت بين قوسين على الجهة، لأن الجهة كتدعم الجمعيات مثل التظاهرات، واليوم كانت الدورة ديال الجهة مدينة فاس ودعمات مجموعة ديال الجمعيات، واش الجمعية راسلت الجهة باش تدعمها في مثل هاد التظاهرة؟ لأن الجمعية تبارك الله الجمعية المغربية للموسيقية المهنية عندها وزن، يعني أن الجهة ملي كتعطيها وثائق مضبوطة. أستاذ شكون اللي كيردمها؟ الله أعلم. أستاذة أمالي هاد رجالها، ولكن شكون اللي كداير داك الحاجز عليها؟ ما عارفش، كان على راسي أنا من ليبوك راه سميت الأحقاق قياسية عالمية، الوحيد في المغرب اللي عنده هاد اللقب نتاع غينيز، الأرقام القياسية الموسعة في كتاب غينيز. نهضر حتى أنايا تاني ولي نبكي، علاش نبكي؟ لأن مدينة آخر ما كاين هو نهار يمكن الوقيلة جالس معاكم، أنا غادي نمشي لحالتي للداخل، لأن تازا العفو، العفو خان سونترات الثمانينات، ما خليت ما كتبت، اللي قال بوهرجي يزيد قدامي، الجرائد العالمية كاتبة عليا، كفازات عالمية كاتبة عليا. تخيل إذا أنت الجزائر اللي كيقولوا دابا ما كاينش والو، هذيك هضرات عليا في 2011 تحت رقم قياسي عالمي نتاع جوج رقم قياسي نهار واحد في مدينة السمارة، هما الضربة اللي وقعت في العيون. ولكن تازا داروا لي نشاط وتكريم في أكادير، أكادير ماشي مدينة هي مسلمين، 2011 أنا كنهضر عليها، سمح لي أنا خرجت على الصيغة وكنهضر، ولكن دائما كنهضر على تازا على الأم. على المنبر مانا تازا وبانا هو الملك. ففي أكادير داروا لي حفلة في العين السمارة، في العين الصحراء داروا لي حفلة أمور النشاط نتاع السمارة. منين جيت لتازا حتى الاستقبال ما كانش مسلم أو جاي مهلس، التلفازة نتاع العالم كاملة هادرة، جرائد التلفازة نتاع المغرب القناة الأولى الجريدة الرسمية هضر عليها ثلاثة المرات، الأنشطة كاملة نتاع الإنترنت هضرات عليها، التلفازة نتاع إنجلترا خارجة بجوج الأرقام القياسية هضر عليها، وتكريمة شكون مكاينش في هاد المدينة. أنا مكنهضرش على راسي، ولكن اللي كاين بزاف بكويرة تريس ولا دالاس، كاين ناس كبار، كاين ناس جاو بمشاريع زوينة في المعنى بحال الدبوز. جمال الدبوز جاب المشروع اللي هذاك نتاع مراكش كان غادي ينزل هنا في سعدة، وجابلو عليه في الليل قبل الصباح، أقسم ولي لكم بالله وكنقول الحقيقة، وأنا عارف كيفاش بقى المسكين كيفاش مشى، وجابتو الغيرة على المدينة ولد الباطلة،
وجاي يدير النشاط نتاعه. وهذاك النشاط اللي كان غادي يكون في مراكش غادي يكون في سازة هنايا. نوجهوا رسالة للسياسيين اللي مسؤولين على الشأن المحلي على المستوى الجهوي، يخدموا مع الجمعيات اللي باغية تفوز. هذه مبادرة اللي كيراها الأستاذ طارق وقد بصيتو الفنية، راه عنده واحد المشتل ديال الفنانة، عنده مجموعة ديال الفنانة اللي طالعين. كنشوف المجهودات اللي كيقدمها الثقه اللي كيقدمها الثقه ماشي غير دابا، كيبدا كيخدم في الظل. كنعرفو من 2015 هو كيتقاتل في هادشي ديال 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 الفن ديال الثقافه، وكنتمناو الثقه تلقيوها المهرجان. والعام الجاي ان شاء الله في نفس التوقيت ولا تلقينا في هذا المكان هذا نجبرو اللافته معلقه فيها المهرجان الوطني الاول، وتجمع فيه الفن ديال تازا، جميع تلاوين البرانس تول هياتا بني وراي. هادشي اللي كاين ولا يسعنا الا ان نقدم لكم الشكر الجزيل. هاد المساله اللي وجدت الجهه والدعم ديالو بالاخص لاقليم تازا، يعني الا سنينا واحد السيده والغدائي اللي كان ديالها يعني من جهودات اللي كدير واحد النطاق خارج على المجال ديال الدعم الجماعي سواء الثقافي ولا الرياضي ولا الدعم الاجتماعي، ما عرفناش حنا لحد الساعه ما عرفناش الجهه علاش علاش ردت ظهرها لتقليم تازا. وهذا الحفل هذا في النهايه لو ان قاده ربما مشاو توجهوا للجهه وكان دعم ربما كنا نشوفوا الحفل مجاني ولا شي حاجه. احنا عارفين ان الثمن هذا كبير، راه الاكراهات ديال الحفل هي اللي خلاتهم يديروه. ونتمنى من المسؤولين انهم ينتابوا لهذه المساله هذه، لان راه كنعانيونا على المستوى الثقافي ولا الرياضي ولا كما كنقولوا تاع المستوى دور الطالب والطالبه. وشكرا. احنا ما غنقولوش نتشائمين، احنا سنظلوا دائما متفائلين. والله يعياو والله يعياو، احنا صامدين وغندعموا ولا يسعني الا ان نقدم لكم جميع الدعم لا فقط الفنيه ديال تازا ماديا ومعنويا. حنا كنفرضوا على راسنا، انا بعدا كنقول على راسي انا غادي نخلص بيدي، ما كاينش شي قوه اللي غادي تمنعنا باش ما غاديش نشجعوا الطاقه ديالنا ديالنا، لان كل ما يسرع عليكم سيسرع علينا. نحن كجسم اعلامي حنا كنعاني، ولكن ما يمكنناش نعرف ملي كيكون التآزر والتآخي بيناتنا، راه واحد كيشد بيد واحد. هذه البادرة الطيبة بحق الأمهات ديالنا الأخوات ديالنا والنساء ديالنا، هذه كنشكر عليها السي قضاء والسي طويري والسي عبد الله. السي عبد الله لا تنعى جاي لك، راه كربحتي الأجر والله إلا ولد الناس، ولد الناس جمعتينا. راه والله واحد الأستاذ يجمع الجسم الإعلامي في تازة. أنا كنشكرك بزاف لأن فينا الشيطان والعفاريت والتماسيح، اسمع والعفاريت والتماسيح. كنهضر معاك مزيان وراك عايش معنا. وشكرا، الله يوفق السي قضاء، الله يوفق السي طويره، الله يوفقكم كاملين. وزيدوا اخوتي زيدوا، راه وقتها وقتها كيحمل الواد، حنا معاكم في السراء والضراء. ولا ما كنتسناوش منكم شي حاجه لوجه الله. الله يعطيك الخير. واللقاء الحريص هي اللي مهمه، اللائحه نتاع الناس اللي غادي تتكرر، لان كاين نقاش خطير. نكونوا واضحين الاخوان، شكون اللي غادي تكرر باش ما تخلقلكش مشاكل؟ خص الصحافه تعرفوا، لان الا غادي نكرموا شي وحده اللي عندهم شي توجه ماشي هو هذاك راه ما يمكنش. كنت نتمنى تكون شي وحده من داك عامله النظافه، راه غدير بها بوم هذيك اللي كتشطب الزنقه. سير جيب شي وحده من داك العراضيين وكرمها، وما تكرمش وحده اللي عندها توجه ماشي هو هذاك في البلاد. كونوا واضحين معاك اخايا اقاضه، وراك ماشي مزيان. تلاقينا هنا في هذه الجلسه الاخويه اللي هي ندوه صحفيه لكن اخويه، من اجل تدارس الوضع الفني والثقافي في المدينه. دونك الجمعيه ان شاء الله مقبله على واحد الحفل خاص اللي غادي يكون بمناسبه اليوم العالمي للمراه،
وما تمخضت عليه هذه الجلسه الجميله. لمالا غادي نقدموا مشروع ديال المهرجان الوطني للمراه اللي يتدار في تازا ويبقى يتدار سنويا ان شاء الله. اذا بهذه المناسبه كنقول لكل النساء كل عام هن متالقات ان شاء الله بحول الله، ونتمنوا نتلاقاو يوم السهره وتكون سهره ممتعه ان شاء الله وتدوز في احسن الاجواء. شكرا لكم. كيف ما كتعرفوا حنا نظمنا هذا المؤتمر بمناسبه عيد المراه، فعيد المراه سعيد لكل جميع الامهات المغرب والعالم العربي والامهات ديالنا والاخوات ديالنا. وبهذه المناسبه كندير واحد الدعوه او نقولوا نداء لجميع ساكنه مدينه تازة وكذلك المدن المغربيه، مرحبا بكم جميعا لحضور هذا الحفل اللي غادي يكون اكثر من رائع بحضور فنانه مغربيه معروفه وكذلك فنانين في الفكاهه. فكنضربوا لكم موعد ان شاء الله نهار 11 مارس 2023 باوريونتال بالاس ان شاء الله. فمرحبا بكم جميعا وشكرا لكم على تلبيه الدعوه. السلام عليكم. بمناسبه الاحتفاء باليوم العالمي لعيد المراه كنتمنى انكم تشرفونا ان شاء الله في 11 مارس في اوريونتال بالاس على الساعه 8 مساء. كل عام وأنتن بخير لجميع نساء العالم. كنتمنوا يشرفونا الجمهور التازي وخارج تازة إن شاء الله بالاحتفاء بهذا اليوم إن شاء الله. وشكرا للجميع وشكرا كاع الناس اللي كيساهموا في هذا الحفل، والشكر الخاص للأستاذ قضاء.